أعزائي مرحبا بكم مرة أخرى، يتجدد لقاءنا بكم ونواصل حوارنا مع صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر فيصل بن سيف الإسلام بن سعود، هو ضيف حلقتنا لهذه الليلة. طال عمرك أنا كنت أتكلم أنا وياك في الفاصل على موضوع أنه الأمير لا ينقد، الشاعر لا ينقد، أي إنسان ينقد، أي إنسان. يعني لو أقول قصيدتك ذي مي حلوة عادي ما تزعل مني؟ أبدا بالعكس، أحترم رأيك جدا. يعني ما يعني لانه الناس يقول لك والله لما ينشر فلان امير قصيده اي مكان امير وانت تنتقدها انت تعرض نفسك كصحفي الى مشكله او تعرض نفسك كشاعر الى مشكله. الامير لا تتكلم عن قصائده، هو منزه عن النقد. هل معقول الامير منزه عن النقد؟ مو الامير شاعر، انت دخلت كشاعر، انا اتخاطب معك كشاعر ما اتخاطب معك امير. اكيد نعم، انتم اسرتنا الحاكمه على عيني وراسي، انا ما اتخاطب معك بشكل مباشر انك امير، اتخاطب معك مبدع قدم نتاج ابداعي وانا من حقي انتقده. نعم. امير او غير امير من حقي انتقد هالمجال هالعمل. اي عمل ادبي سواء مرتبط باي شكل من اشكال الادب والفن معرض للنقد. نعم. نعم. بغض النظر عن اسمه، اسم الكاتب او اسم صاحب الكتاب او صاحب اللوحه. نعم. جميل. مو هذه الشفافيه اللي احنا نقول يعني عليها مثلا انه والله ما هو كل ما يكتبه خالد الفيصل جيد ولا بدر جيد، ممكن يكون وممكن يكون لي انا وجهه نظر انتقاديه في عمل معين لاحد الامور، لا الامير عبد الوهاب بن مساعد، الامير فيصل بن سيف الاسلام، الامير طبعًا سعود بن عبد الله، فمن حقي ان اقول يعني طبعًا. يعني خلاص يعني انا ما اقدر اقول شيء. لا لا طبعا طبعا لا من حق. طيب الشاعر الغنائي هو يكتب القصيده، هل يتحضر في ذهنه لحن؟ اكيد يغنيها على اي لحن، بس انه بحيث انه يمسك الرتم، يمسك الجرس الموسيقي. وهذا من أساسيات كتابة القصيدة، قصيدة الغنائية. الغنائية نعم، خصوصا المكب لها. أي مذهب كوبليه، مذهب واثنين كوبليه، ثلاثة كوبليه. أي بس في إنه في الشعر الغنائي كذلك إذا نزل مستوى بسيط جدا يعني تحس إنه خالي من أي شيء يعني. نعم. كيف ما فهم؟ يعني القصيدة الغنائية لابد إنه يكون فيها لمحة، كلمة جديدة. طبعا لازم يكون فيها صورة جديدة، فكرة على الأقل جديدة. نعم. أي نعم، إذا كانت الفكرة نفس أو الكاتب يتعاطى الفكرة بشكل مثل الأشكال الأغاني الثانية. نعم. لا ما يكون فيها إضافة تماما يعني. تعتمد الأغنية على البساطة في كتابة كلماتها وعلى الإفيهات على المطلع مثل رهيب ما أدري وش بعد. نعم. الشغلات. نعم. هذه يقول لك. نعم. إنه الفنان يهمه. نعم. مطلع الأغنية كيف يكون هذا من أساسيات مذهب. من أساسيات القصيدة الغنائية. نعم. أحيانا إذا أنت شاعر مبدع ومطلوب منك تكتب قصيدة غنائية أنت تتنازل عن أشياء كثيرة عشان تكون سهلة، أنت مبدع وتكتب الوزن الثقيل. ممكن. إيه طبعا لازم تضطر أنك تكتب للناس طبعا، لأنه لابد تكون قصيدتك أو إحساسك يصل للمتلقي، صاحب الثقافة. نعم. العالية وصاحب الثقافة الوسط وصاحب الثقافة الضعيفة. نعم. ضحل. قصيدة الأمير بدر وعبد المحسن اترك صوتك يناديني، أتكلم على جمرة غضاء. إيه؟ أضمها بكفي حيل حيل أبي الدفاء، فيها 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 سريالية عالية. نعم. نعم. هي غنيت بصوت محمد عبده وغنيت كلحن وفيها إبداع طبعا الأمير بدر، لكن الإبداع اللي يعني ما كل واحد يفهمه، أنا أفهمه أنت تفهمه، لكنه الرجل الشارع العادي أو المتلقي العادي أعتقد يجد فيها صعوبة. هو يتكلم عن جمرة غضاء، جمرة ما تنطفي، هل الجمرة هذه جرح؟ هل هو عشيقة مؤلمته؟ برضو نفسه بدر قال يا مركب الهند. هي الأمير بدر يا مركب الهند أبو الدقلين. نعم. نعم هو اللي كمل أعتقد، كان مطلع أعتقد كذا. إيه. مطلعها بس هو اللي كمل. وبدر كتب في بسيط وفي صعب. ردي علي الصوت ردي حياتي صمتك. نعم. على شكوى حنيني مذلة. نعم لا تجرحيني جرحك العام. نعم نعم طبعاً. هو كتابة الأغنية البسيطة اللي تصير مفهومة عند الناس. نعم. طيب الأغنية المعلبة، الأغاني المعلبة، يدق عليك الملحن ناصر الصالح طال عمرك الله يدق عليك، لا من الملحنين، أنا عندي لحن أبيك تركب عليه، وهذا تقريبا يسوونه في الكويت أول.
أو إلى الحين يعني يكون ملحن ملحن على كلام سابق أو على كلام الراسة يعني أي كلام، فيمسك اللحن مذهب وكبليه أو اثنين كبليه أو ثلاثة كبليه، بعدين يكتمل عنده اللحن فيقول لك طال عمرك هذا اللحن أبي يركب عليه كلام. هذه تسمى الأغاني المعلبة. هل مريت في هالتجربة؟ كثير، لأن في كثير من الأصدقاء أو الأصحاب يطلبوا مني أني أنا أكتب أغاني لزواجاتهم أو زواج أحد أقربائهم. يكون لحن جاهز؟ يكون اللحن جاهز غالبا، غالبا يعني 80% يكون لحن جاهز. وفيه عروس كثيرة، فترة من الفترات كنت ساكن في جدة وكان عبد الله البريكان بيننا وكذا، فكان يتصل علي أحيانا يقول والله أنا عندي عمل مثلا جاهز لحنا يبغى بس كلام. نعم. فأنت يعني مريت بها التجربة كثير. على فكرة هذه التجربة أتوقع أنها احترافية كثير من الشاعر، امتحان صعب، صعب جدا، يا يسقط فيه يا ينجح. نعم. صعبة جدا انك تركيب الجاهزة على رتم وعلى لحن، جدا صعبة، طلوع ونزول والشغلات هذه كأنك تصبها صب. والأصعب إذا كان الشاعر مثلا مو بإمكانه يعزف آلة معينة أو هذا بيلاقي صعوبة جدا في كتابة. نعم. إلا إذا كان متمرس لازم يكون احترافي. حلو. يعني الشاعر إذا صار ما يعزف آلة أيضا تكون له إشكالية، لأنه مجرد في كلام بيكرك في النوع هذا، أو إنه يكون متذوق عالي جدا للألحان وسميع على ما يقول. نعم. طال عمرك أنت تعزف آلة؟ لا، ما لك بالعزف. لا. يمكنك تعزف ما تبغى تعلمني. والله ما في شيء يتخبى، لو أنا بعزف كان الناس عارف. طيب طبعا يقال أن الأمراء الشعراء الوزراء الأثرياء هم من يلحنون نصوصهم حتى لو ما تعجب الفنان، اختال خذ نص وخذ اللحن وخذ الدندن وهذا الأهم. إيه بفلوسه من حقه يأمر واللي يبغى ينزل بفلوس. إيه بفلوس. بفلوسنا يا عبيد ماشي معروفة. نعم. إيه ففعلا يعني يصير كذا. إيه كثير يلحنون أعمالهم كثير اللي هم يعتبرون يعزفون أو يلحنون أو عندهم ملكة التلحين. والله شوف هو يعتمد، إذا كان هو إنسان ديمقراطي يعني رأيه ممكن أنه ينسمع أو أنه يسمع رأي آخر أو أنه يتقبل الناقد مثلا هذا جميل، لكن من يجي الفنان الشيكة جاهز واللحن جاهز كل أنا ما راح لا يأثر لا في تاريخي إن ما ضاف لي ما خسرني شيء. احنا نشوف فنانين كبار، محمد عبده كل يوم طالع بأغنية. احنا احيانا محمد عبده يغني لك اماراتي ويغني لك ايطالي ويغني لك مدري ايش بعد. عندنا اشكالية هنا. طب هذه اغاني خاصة بخصوص محمد، لانه انا يعني اسميه لمحمد كثير. انا انصح اي انسان يسمع اغنية لمحمد عبده جديدة ما يحكم عليها من اول مرة، يخليها ما تحكم عليها ابدا. نعم. ابدا. ايش معنى طال عمرك يعني؟ ليش؟ ليش؟ لأن محمد لين تنضج؟ لين تنضج، مو تنضج بـ 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 تنضج في بتعبير آخر في ذائقتك. اي بتعبير آخر انه محمد نفسه حتى لو كان العمل رديء كذا لابد ان تلقى لها بصمة في الأغنية. نعم. عرفت؟ يعني مو بكل هذا ولا استنقاص من الأستاذ. نعم. محمد فنان عرب طبعا. كل الأغاني مستحيل تكون على مستوى عالي. أم كلثوم، أم كلثوم فترة من الفترات الناس ما حبت مثلا هذه ليلتي، معناها جميل، معناها جميل. أو عبد الوهاب انتقد نقد فظيع، أم كلثوم انتقدت نقد شنيع وقالوا لنا كيف عبد الوهاب يلحن قصيدة بالفصحى بهالطريقة وكيف أم كلثوم ترضى أن اللحن راقص نوعا ما، قالوا وكيف وكذا وكذا وكذا. لكن بعد فترة لقيناها من أميز أغاني. نعم. أم كلثوم. فعشان كذا فنانين الكبار لا تحكم على أعمالهم من أول مرة تسمعها، عطها وقتها. إذا ممكن أنت سمعتها وأنت في مزاج غير لائق مثلا، أو حتى في البداية. يعني أنا أذكر كلامك على ما تم أنه أغنية الأماكن أول ما نزلت ترى قعدت 4 شهور ما حد يدري عنها، وفجأة
الأماكن الأماكن. نعم. مدري قلنا محمد عبده في حفلة. أي. وكان متأثر أو شيء، المهم الناس عاشتها. جدا نعم. عرفت. نعم. فزي ما تفضلت، ولكن ما هو كل الأعمال. وترى. والله في أعمال لو قد تسمعها 20 سنة ما تضبط. نعم. طول العمر. أنت على عيني وراسي، بس في أعمال. لا لا. ما تنبلع. لا أكيد طبعا ما في شك، لكن بس عطها وقتها. أنا قصدي في المقام الأول إنك ما تحكم عليها من أول انطباع. نعم. هذا أهم شيء. أيوة. يعني مو سمعت مقطع منها ولا سمعت لا ما تغير كذا. لا أيوة. ما تصلح هذه، هذا شيء مو نعم. الا يكون محمد حاط فيها بصمته. لابد فنانين الكبار. نعم فنانين الكبار، لكن الفنان من جيل هذا يعني ما اتوقع انه عنده بصمه، او لسه ما نضجت تجربته. نعم. لسه باقي. انت الشعر بالنسبه لك وراثه اخذته، يعني جدك الملك سعود الله يرحمه لم يكن شاعر حسب ما قلت، جدك الأمير مشاري بن عبد العزيز الله يرحمه هل كان شاعر؟ إيه؟ أيضا. نعم. يكتب شعر. نعم. فمن هنا أخذت ال. نعم. طيب في قصيدة أرسل سلامي مع نسيم الصباح للصاحب اللي صار وصله صعيب، هذه لجدك الأمير مشاري بن عبد العزيز. نعم. أنا أول مرة أدري. نعم. إلى الآن توهنا. وكثير من يومك عايش. من يومك عايش. وكثير من الناس لها أعمال أخرى الأمير مشاري بن عبد العزيز غير هالعمل؟ والله هذا اللي ولا هي عمل يتيم مثلا؟ لا مو عمل يتيم، في أعمال أخرى كان فيه مع محمد عمر، وكان فيه نعم. كان يحب محمد عمر كثير. نعم. بس ما وصلت أغلبية الأعمال مثل أرسل سلامي. نعم. لأن سعد إبراهيم وكان في عزه، هو كمان في نقطة لازم بقولها، غالبا الفنانين الله يطول أعمارهم دائما بتلاقيهم يا من الشرق شرق المملكة أو من جنوب المملكة أو غرب. نعم. فنادر تلاقي فنان يطلع من نجد له صوت عذب مثلا مثل الأصوات اللي في الجنوب أو الشرق. نعم. فلما انظهر ذيك الفترة سعد إبراهيم، ولما كان تجربتها لابد أن تكون يعني موسيقية أكثر ومتفاعلة. نعم. مع الزمن أكثر من أنها شعبية ومحلية. نعم. تكون على الأقل إقليمية. نعم. فمنها اشتهر يعني مثلا خالد عبد الرحمن، يعني صاحب إحساس وجماهيرية كبيرة. نعم. برضو اشتهر من نجد، عشان كذا له حضور طاغي عند الناس وعند في الإعلام. سلام على عبد الله رحمة الله عليه كذلك. يعني هي بالعادة الغربية واللادة للفنانين والجنوب كذلك، لكن الجنوب اللي هو جازان، وما يعني هم يعني يولدون في الجنوب ويغنون في الغربية، فنعتبرهم من الغربية. اللي أقصده أنه النجد ليست ولادة للنجوم، لما يطلع نجم يعني ما يطول، يقفل سريعا، لكن تلقى يحوس. ما يعني خالد عبد الرحمن لو استمر على اول 4 أشرطة باللونيه اللي طلع بها اعتقد انه وضعه غير. يعني خالد انا يعني احترمه كثير جدا جدا، واحترم ابو نايف كذا، لكن لا خصوصا احترم فنه. نعم. انا خالد احترم فنه، له جمهوره. نعم. وله اسلوبه. نعم. وله احساسه وله صوته اللي لا يمكن احد يطلع يغني مثل احساسه او مثل صوته، وتقول هذا صوت، هذا يشبه صوت خالد. نعم. او كذا مميز، له بصمه خالد. انا يعني احترمه كثير. وقت هل تعتقد انه في نجد ممكن يطلع فنان اخر؟ اي نعم، الان موجودين، توقع يعني في جيل جديد موجودين. انا ما ابغى اذكر اسامي، عرفت؟ اذا بذكر اسامي ممكن تذكر ناس انسى ناس، ويمكن يحسب علي شيء ثاني. لكن انا بقول لك انه في أصوات جميلة قادمة أتوقع يعني. بإذن الله. طيب نسمع نص من نصوصك طال عمرك. نسمع. حاضر. ولي الحق أنتقد نقد يعني. نعم. أي. نعم. مو تزعل طال عمرك. حلالك. إيه. خليك أمير وأنا مواطن. لا أنت شيك يعني. إيه لا عشان إيش؟ اللي يقول لك والله ها عبد الله يستضيف مواطنين يبهذلهم، يستضيف أمير لا ما يخاف. لا أنا كلكم سواسية يعني. جت في راسي أنا. إيه جت في راسي. الله يجزاك خير. شكرا. الكرسي اللي قاعد قدامي هنا كلهم واحد. لي الشرف. الله يشرف مقدارك. سم طال عمرك. والشعر مبلول صفصاف أغصان في حضن أغصان، تعانقت وتعلقت على الأكتاف. والشعر مبلول صفصاف رذاذ الحياة على صحراي يمطر خجول، وانا تحت هالليل ظميان والهان وعجول، وش أقول غير انتظر
وش أقول والشعر مبلول صفصاف على الأكتاف. الله. تجدل الليل فوقي والفجر طلت خدودك، التفتي يمي هذا شوقي منتظر هبة وجودك. أنا الجفاف تحتك ظما وانتي سما مجهولة حدودك. وش أقول غير انتظر، وش أقول وارسل من عيوني رسول. أنا تحت هالليل ظميان والهان وعجول، ينابته مني ينابته مني سقيتك لين جفيت، ورويتك لين أضميت أرضك العطشة. يا حزنة حزني وصلت النجوم ونسيت الغيوم، هجير الشمس ما تدرين عني. وش أقول غير انتظر وأضمى أنا حد الذبول والشعر مبلول صفصاف على الأكتاف. الله صح لسانك طال عمرك. لي ملاحظة على قصائدك طال عمرك، يعني أقدر أقولها؟ إيه تفضل. قصائدك في التفعيلة نفسها طويل، إيش معنى؟ هي ما هي بهذاك الطول، هي أنت تحس أنها طويلة لأنه القافية ما أحاول أني أستعجل فيها أو أني أوقف عندها أو أنه أخلق موسيقى رتيبة عند المتلقي. نعم. ممكن أنه أنا أختصر في أجزاء معينة، ممكن أني أنا أبحر في أشياء معينة. أبحر في الأشياء اللي ممكن تعطي إضافة لنفس القصيدة أو الفكرة نفسها. أي نعم. طيب قدم لك أعمال غنائية كثير؟ كيف قدم لي؟ يعني أو قد يعني غني لك أعمال؟ إيه الحمد لله. عبد الكريم. عبد الكريم وديع محمد في أغاني خاصة. محمد عبده. إيه في أيمن الأعتر عندي تعامل معه جديد وسجلنا خلصنا. حلو. وقلت عملت معه في أغنية خاصة طبعًا طلال السلامة النصر آخر شيء. إيه نعم. النصر بمن حضر. حدثني عن النصر. النصر جميل دائمًا نعشقه من الصغر لين الكبر طبعًا. أنت عضو شرف في نادي النصر سابقا. ليش انسحبت طال عمرك؟ ما انسحبت لأنه صار فيه قوانين جديدة لأعضاء الشرف. لما جاء سمو الأمير فيصل لرئاسة النادي الله يحفظه، وأنا فضلت أنه أنا انسحب بحكم أنه كذلك الوالد الله يحفظه سنين طويلة أعطى للنادي الكثير. نعم. كان نائب رئيس نادي النصر فترة. لا هو كان رئيس أعضاء الشرف، كان كان أمين على صندوق النادي أعتقد. نعم. فترة على فترات أبو خالد، وهو الواحد تقريبا من الإخوان الأمير عبد الرحمن الله يحفظهم جميعا، الأحياء منهم يرحم اللي ماتوا منهم، كان هو دائما ما يتخلى عن أبو خالد الله يرحمه. نعم. ففترة طويلة وأنا كذلك قضيت فترة طويلة في النادي يعني. بعدها وما نسميه انسحاب، نسميه يعني اعطى فرصه لاخرين. وانا احب النادي من بعيد لبعيد، والشيء اللي اقدر عليه اقدمه يعني. في الان عندي اكاديميه كره القدم، وزرت الامير فيصل وهديته الاغنيه وهديته لاعبين من عندنا من الاكاديميه. ولي يعني الشيء. نعم. اللي اقدر اسويه يعني. انت عندك اكاديميه كره القدم. حلو اكاديميه الموهوبين اسمها. جميل. نعم. والله احنا نقول ونطالب بالاكاديميات هذه، لان جيدة. الاكاديميات هذه هي ولاده للنجوم جدا. نعم. واوروبا كلها تعتمد على الاكاديميات. نعم. احنا ما في. نعم. يعني اول كان في ملاعب الحواري، الحين ما تلقى ملاعب حواري. صحيح. وينهم؟ صحيح. الحين كل العيال على بلاي ستيشن. صح. اول من يوم نحط نجي من المدرسه نلعب كوره. هذا دور كبير طبعا على 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 المؤسسة الرياضية يعني. نعم. أنا والله اقترحت الأمير نواف بن فيصل. نعم. أنه يوضع أكاديميات في كل حارة. نعم. أو في كل منطقة، مثل منطقة البديعة، منطقة السويدي، منطقة الحي الصحافة. لو تذكر في أكاديمية اللي في الحارة كلهم في ملاعب أسماءها يعني حنا نعرفها هنا في الرياض، مثل ملعب الباطن خرج نجوم. نعم. مثل الرزقان والمهلل نعم في ملاعب كثيرة أخرجت نجوم كثير. نعم. ويوسف اثنين أعتقد. نعم. أعتقد كان ملعب أتوقع. طيب من الأعمال هذه كلها اللي أنت قدمتها، ما هو العمل الغنائي الأقرب لنفس الأمير فيصل؟ والله طبعا من بعد غربة هي لها الحضور الأساسي حتى عند المتلقي. حلو. كان لها حضور فترتها. نعم. أنت بديت بكتابة اسم الفيصل ولا؟ الفيصل أول. ليش؟
لأن الوالد الله يحفظه كان رافض إنه أنا أكتب اسمي الصريح، يعني أنزل باسمي كذا. ليه؟ ما أدري، قال إنه أفضل إنه يكون أول اسم شيء مستعار. اسم مستعار أفضل في نعم الأول، يعني نعم نعم فيما عشان تقيس التجربة، تقيس إذا الأمور التجربة، إذا طيبة نجحت نعم 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 ممكن هو نستمر. هو صادق نعم، نعم للوالد رؤية نعم بعيدة. طيب، كتبت أنت نص الغربة، كيف ومتى كانت غربة الأمير فيصل بن سيف الإسلام بن سعود؟ هي الغربة غربة النفس، غربة الروح. الروح غريبة أصلا. أمم ليش؟ لأن الروح مرسولة من الله سبحانه وتعالى، تمكث في هالجسد فترة ثم ترجع نعم إلى بارئها، لكن النفس هي اللي غربتها أصعب تكون. نفسك طبعا، النفس طبعا غير الروح تمام، النفس هي غربتها هي أصعب، لأنك غربة النفس مشمولة بغربة الجسد، غربة مشمولة المكان، غربة الزمان. المكان والزمان نعم وكذا، يعني صعبة أكثر. حناخذ فاصل ونواصل حوارنا، احنا كويسين للحين. تمام. أعزائي، فاصل قصير ونواصل حوارنا مع صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر فيصل بن سيف الإسلام بن سعود.